سيد رامي ضيفنا من موسكو، وفيما يتعلق بتصريحات بوتين النووية، الجانب الأمريكي يعني واشنطن ردت على هذه التصريحات، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مخاطبا الصحفيين بأن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها خطاباً غير مسؤول من قبل روسيا أو من قبل فلاديمير بوتين على وجه الخصوص، ولا يمكن لزعيم دولة مسلحة نووياً أن يتحدث بهذه الطريقة. لمرة يعني أخرى يتم الحديث عن مسألة المسؤولية النووية، وخاصة في التصريحات على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من ناحية أخرى طلعنا قبل أيام الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بتصريح مثير للانتباه، وحقيقة يعني تعودنا على التصريحات المثيرة منه. هو قال أن قوات روسية ربما تحتاج إلى الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتحقيق أهداف ما تسميها بالعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها في أوكرانيا. هل كل هذه التصريحات وهذه المواقف، يعني هل هذا يعني أن الموقف الروسي من الممكن أن يتغير فيما يتعلق بسير المعارك؟ هل يمكن أن نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد سيد رامي؟ في الواقع إذا نظرنا كل هذه التصريحات أو قرأناها بدقة، فسنلاحظ أنها دائما يتم التأكيد على أن استخدام السلاح النووي لن يتم إلا في إطار العقيدة العسكرية الروسية، والتي تتيح استخدامه في حالتين اثنتين فقط، ولهما في حال يتعرض روسيا أو حلفائها لهجوم بأسلحة الدمار الشامل، والحالة الثانية في حال تعرضت روسيا لهجوم بأسلحة تقليدية كانوا يهددوا وجودها كدولة. فبالتالي لا خطر فعليا لأن يتم استخدام السلاح النووي الروسي. لكن من جانب آخر أنا أتفق معك في النقطة أن كفرة التلويح بالسلاح النووي أفقدته قيمته كوسيلة رادعة. قوة السلاح النووي ليست في استخدامه، وإنما في وجوده كوسيلة رادعة. نلاحظ أن القوة العظمى تعتمد دائما تعبيرات ضبابية في عقائدها العسكرية، حتى لا يفكر أحد في التفكير في المساس بمصالحها. طيب، لكن عندما يتم التلويح بعصا السلاح النووي، لا سيما على لسان ديمتري ميدفيديف الذي ليس قائدا عاما للقوات المسلحة الروسية، ولكن يتم نشر تصريحاته على نطاق واسع في وسائل الإعلام، هذا يؤدي إلى نتائج عكسية ويفقد السلاح النووي قيمته.